طيب نروح لماتش بكره. خليني اقول لكم طبعا يعني زي ما قلت لكم النهارده انت بتلعب لعبت الخميس وهتلعب حد في بطوله الكاس، واعتقد عندنا ماتش الخميس الجاي برضو في الدوري، لكن خلينا نركز في ماتش بكره. مباراه بكره في الكاس ان شاء الله هتكون الساعه 8:30 بالليل، ويمكن النهارده مستر مارسيل كولر بيقود التمرين الاخير طبعا قبل دخول المعسكر استعدادا لمباراه منتخب السويس بكره ان شاء الله. بيغيب عن حسابات الاهلي بكره السوليه ومتولي. السوليه يمكن اشتكى من الم في العضله الخلفيه بعد مباراه الحرس الاخيره، وبالتالي دكتور احمد ابو عبله حط له او وضع ليه يعني برنامج تاهيلي عشان يكون جاهز للماتشات اللي جايه. ومتولي طبعا بعد اصابته في التمرين، فالاسمين دول بيغيبوا عن مباراه بكره ان شاء الله. بيرجع للقائمه او بيدخل في الفريق محمد هاني اللي يمكن يعني مستر كولر قرر ان هو يريحه في مباراه الحرس الاخيره، ويدي فرصه لخالد عبد الفتاح اللي قدم مباراه جيده جدا، واحد من المكاسب. وخالد زي ما انتم عارفين خلص، يعني خالد كان جاي اعاره بنيه الشراء، والاهلي يعني خلاص قرر ان هو يفعل بند الشراء والدنيا تمت بالفعل. ويمكن واحده من الماتشات اللي هيقرر فيها مستر كولر انه يعمل تبديل وتوفيق، فكره انه يدي فرصه يريح لعيبه من ضغط الماتشات لسه طالعين من يعني بطولة أفريقيا بكل رحلات السفر اللي فيها، انتقالات من دولة للتانية، لعب في أجواء مختلفة تماما على الأجواء المصرية، حجم المجهود الكبير، الشد العصبي، لغاية لما وصلنا لمرحلة التتويج. اوعى تفتكر ان ده مشوار بالسهل، وبالتالي عشان تستعيد الدوافع واللياقة الذهنية والفنية والبدنية طبعا اكيد الفتره اللي جايه مستر كولر هيشتغل او هيرجع مره ثانيه للروتيشن اللي كان عودنا عليها بعد ما ثبت التشكيل لحد كبير جدا في ماتشات الادوار الاقصائيه او الادوار النهائيه من دوري الابطال.